أكد تجار الأغذية توفر جميع المواد الغذائية في الأسواق المحلية بالأسعار المناسبة إثر الجهود الوطنية المشتركة التي ساهمت في المحافظة على فعالية الأسواق وتوازن قوى العرض والطلب. وثيقة الشرف لعدم رفع الأسعار أتت ضمن الجهود الوطنية المشتركة، حيث وقع عليها أكثر من 200 تاجر بهدف تنظيم الأسواق واستمرارية الحركة التجارية فيها. بأسعار مستقرة فتحت الأسواق أمام زوارها موفرة احتياجات شهر رمضان الكريم بما يتناسب مع متطلبات المستهلكين، وبعروض ترويجية تشمل السلع التي يزداد عليها الطلب في هذا الشهر الفضيل بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك. هذا الاستقرار كان نتاجاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأتى على أثر تلك التوجيهات توقيع وثيقة الشرف لعدم رفع الأسعار التي وقع عليها أكثر من 200 تاجر. توقيع الوثيقة هو التزام أخلاقي من التجار إلى المواطنين ان احنا في شهر الفضيل في شهر رمضان ما نرفع الاسعار ونخلي الاسعار ثابته، او ان العروضات اللي تصير في الاسواق يسبب في نزول الاسعار وليس بالارتفاع. ندعم الوثيقه عدم رفع الاسعار، لله الحمد هاي السنه العاشره على التوالي، ولله الحمد الاغذيه موجوده على الشلف تكفي 4 اسابيع، واحنا ولله الحمد تخصصنا المواد الجافه وعندنا ما يكفي من المخزون لمدة 3 شهور، ولله الحمد منتجاتنا موجودة في السوق بوفرة وبأسعار تنافسية. تجار الأغذية في مملكة البحرين تعاونوا للحد من استغلال هذه المناسبة الكريمة ورفع الأسعار، ووفروا جميع المواد الغذائية في الأسواق المحلية، إضافة إلى توفير مخزونات المواد الغذائية الرئيسية بكميات مناسبة لتحسين جودة الخدمات المقدمة. نصيحة للمواطن والمستهلك أن البضاعة متوفرة، فلا يكون يعني تخزين زيادة فوق الطاقة عشان يكون أسعارنا دائما مستقرة، وإحنا كتجار أكثرياتنا وقعنا الوثيقة عشان يكون عدم استرفاع الأسعار ويكون أسعارنا مستقرة حق خلال هالشهر الفضيل إن شاء الله. الحمد لله أن منتجات رمضان نزلت الأسواق، والحمد لله نزلنا أفضل العروض على المنتجات. طبعا احنا كشركات مواد غذائية دائما نكون جاهزين حق رمضان من قبل. آليات وسياسات واضحة ساهمت في الاستقرار، والضخ المتواصل للسلع بالسوق المحلية كان عاملا مؤثرا في استمراره، ما يؤكد السعي المتواصل لمواكبة كافة الأحداث والوقوف عليها لتحديد الخطط اللازمة التي يكون فيها المورد والمستهلك على خط الربحية.